السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بوصفة تصلح ديروها للضيوف، يعني تحمر لكم وجهكم. جبتكم بوصفة تاع دجاج محمر قدمته مع الرز. نجي هنايا اول حاجة نحضروا التتبيلة تاعنا. التتبيلة تاعنا هي راس تاع الثوم، مغرفة صغيرة تاع موتارد، مغرفة تاع فلفل الكحل، ومغرف كبير تاع الملح. هنا لا موطاد ما كانتش عندي بزاف، كون راني درت مغرف كبير. زدت عليهم زوج مغارف تاع زبدة تكون طرية، ومغرف صغير تاع سكنجبير، وشوية تاع زعترة، ومغرف كبير تاع تابل تاع الدجاج، يعني هذا التابل مخصص للدجاج هكذا. ومن بعد نزيد هذيك الورقة تاع الرمد، وزدت عليهم شوية تاع لا كريم فريش. اللي ما عندهاش لا كريم فريش تقدر تعوضها بياغورت ناتور ولا بشويه حليب، يعني انتي واش عندك. وشويه تاع الخل، ونخلط هاد التوابل مليح مليح مع بعضهم حتى هذيك الزبده ما تبقاليش هكاك، لازم دوك نسي نرحيها بهذيك المغرف. هنايا زدت الورقه تاع الرند، وراني نخلط او ميم طون راني نرحي في هذيك الزبده. وشفت بلي لا كولور مخصوصه شويه، درت لها شويه تاع العكري يعني باش تعطيني لا كولور شابه هكذا. ونبقى نخلط حتى هادوك التوابل يدخلوا لي في بعضهم. هنايا جبت الدجاجه تاعي، وراح نبدا ندخل فيها هاد الماريناد، ندخله مليح مليح باش الدجاجه تاعنا تجي طريه وتجي متبله هكا. ونحاولوا ندخلوا كامل هداك الماريناد في الدجاجه تاعي، يعني ما خليو حتى مضرب هكذا حتى نكملو. من بعد نحكم هذاك وين درت الماريناد، نخلي الدجاجه تاعي تبقى فيه. انا مع العلم انه الدجاجه وجدتها الصباح باش نطيبها في العشيه. كل ما تخلو الدجاج تاعكم يتشرب الماريناد مليح كل ما يجي بنين. انا كنت حابه نحضرها في الليل، الله غالب ما قعدش الو، غير نط الصباح وجدتها درت لها الماريناد تاعها وخليتها. كي لحق وقت الطياب باش نطيب العشاء حطيتها طيب، طابت بنينه وطابت زبده ما شاء الله. وهنايا حكمت كبتها شويه بالموس باش تزيد تشرب لي مليح هذاك الماريناد، وغطيت عليها. يعني هاد البايط يساعدو وبزاف بخاتيك، يعني معاونيني سوا في التخمير تاع الخبز ولا في الحفايس كيما هادو بزاف بخاتيك. وهنايا كنت حنديرها في تورن بروش، ما صلحت ليش لانه الدجاجه كبيره وما دارليش هداك تاع تورن بروش. حطيتها في بلاطو وعمرتها. هنا عمرتها بالروز نص طياب وشويه تاع فيونداشي، ودرت لهم الزعتر والزعتره، اعطاه واحد البنه. وش نقول لكم، من بعد غلقت هذيك الفتحه بلي كيوردون كيما راكو تشوفوا، ولميت هذوك لي كويس مع بعضهم هكذا، يعني بخيط ولا بالومنيوم كيما تحبوا. والماريناد اللي بقى لي في هذا الماعون زدت له شويه ماء وسقيت عليه الدجاجه، غلفتها بالالومنيوم وحطيتها طيب. يا ربي شدت لي زوج سوايع، زوج سوايع ونص. من جهه نروحوا للرز. هنايا الرز حكمت درت شويه زبده، قليته في شويه زبده، درت كيله تاع رز مع زوج كيلات تاع ماء هكذا، ونغلق عليه نخليه يطيب في غرضه. هنايا كنت نسيت الملح، راني درته مع الاخر. وهنا نجي للصوص تاع الرز. هنا قليت شويه تاع فيونطاشي مع شويه تاع الثوم، زدت لهم شويه عكري، شويه راس الحانوت، وشويه فلفل الكحل، خليتهم تقلاو مليح مليح كيما راكو تشوفوا. من بعد زدت عليهم حبه تاع طوماطيش سكرفجتها وخليتها تتقلى معاهم. من بعد كي تقلات زدت نص كاس تاع ماء، وهنايا كنت نسيت الملح، زدت الملح نص مغرف كبير تاع الملح. من بعد كي شت هذيك لاصوص تاعي خدات طيابها، زدت عليها شويه تاع زروديه وجلبانه، كنت مفورتهم يعني راهم طيبين، غير يتشربوا لي شويه تاع لاصوص. ونجيب الرز تاعي اللي طاب وكان وجد من قبل، حطيته في هذيك لاصوص وخليته يتشرب شويه كيما راكم تشوفوا. هنايا تشرب لي هذيك لاصوص، زدت عليه مغرف تاع زبده وغلقت عليه وحطيته بجيه. هنا الرز تاعي راهو واجد. هذيك الدجاجة تاعي بعد ما طابت لي حكمت شوية تاع عكري وشوية تاع زبدة دايبة، دهنت الوجه تاع الدجاجة
وزدت دخلتها تتحمر لي من فوق. يعني ما كاش كيما حاجة كنطيبوها في الدار مضمونة ونقية وبنينة. اون بليس دو سا، هنا المرحلة الأخيرة هي مرحلة التقديم. كما راكو تشوفو حكمت طبسي كبير، درت الرز في الأطراف يعني باش تعطي منظر شباب، ونحطو الدجاجة في الوسط. هنا التزيين اختياري، كل وحدة بطريقتها، كل وحدة كيفاش تقدم الطعام تاعها. درت الدجاجة في الوسط وسقيتها بلاصوص اللي طابت فيها، وهذيك لاصوص اللي بقات نقدموها مع الدجاجة. وها هي الدجاجة تاعنا واجدة تشهي وبنينة وطرية ما شاء الله. ان شاء الله نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.